عبد اللطيف وهبي يجهش بالبكاء أمام النواب. لم يتمالك وزير العدل عبد اللطيف وهبي دموعه أثناء التفاعل مع مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب الهجوم الذي تعرض له ولعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وتحت تأثير الضغط النفسي الذي قال وهبي إن أبناءه تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته. انفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب، وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده. وضرب وهبي الدموع خلال اجتماع لجنة العدل لدراسة مواضيع تهم جدل مباراة المحاماة الأخيرة، الدموع أثناء حديثه على الهجوم الذي تعرض له أبناؤه على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مباراة المحاماة، خصوصا ابنته التي لا يتجاوز عمرها 15 سنة.